السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وسعوا من مهامهم بل حتى تحركاتهم في الداخل العراقي وحتى السوري. عندما نتحدث عن العراق فالأمر كان قادما من حلف الناتو الذي وضح بشكل رسمي بأن مهامهم الآن قد توسعت على المستوى الاستشاري، بل إنهم بدأوا بعملية بناء قدراتهم لدعم وزارة الداخلية العراقية وكذلك قيادة قوات الشرطة الاتحادية. ومثل هذه المهام الاستشارية وهذا الدعم الذي نتحدث عنه قد يحتاج حلف الناتو إلى إدخال المزيد من الخبراء أو المختصين أو المعدات لإتمام هذه المهام بشكل أكبر. ومع وفي نفس توقيت وتاريخ هذا البيان القادم من الناتو جاء بيان آخر من قبل التحالف الدولي الذي وضح فيه بأن الفرقة الجبلية العاشرة الأمريكية تسلمت مهامها بشكل رسمي في الداخل العراقي. والفرقة الجبلية العاشرة هي فرقة مدربة بشكل خاص مختصة قتالية بحتة، وهذه الفرقة طبعا عملت وكانت لها مهام كبيرة للغاية على المستوى العراقي بل حتى على مستوى أفغانستان. وفي نفس البيان الصادر من قبل التحالف الدولي كانت التفاصيل وتحدثوا بشكل واضح عن كل التحركات العسكرية الأمريكية التي أثارت الكثير من الريبة في الداخل العراقي، وقالوا الآتي: خلال عمليات الإحلال والمناوبة لهذه القوات تجري تحركات القوات والعجلات والمعدات داخل العراق وخارجه، إن هذه التحركات اللوجستية ضرورية لدعم قوات التحالف. وواحدة من أهم المقاطع التي نشرت لتحركات القوات الأمريكية هي مما نشر من قبل وكالة روداو، تجد العجلات العسكرية الأمريكية وهي تحمل العلم الأمريكي بهذا الشكل وهي تتحرك في إقليم كردستان بهذه الطريقة. وطبعا روداو كانوا قد وضحوا من خلال تاريخ المنشور كما تلاحظون في 15 أغسطس، أي مؤخرا، أكدوا بأن التحرك يأتي في الطريق بين أربيل وبين منطقة روفيا في إقليم كردستان. أيضا في نفس الوقت مع تسلم الفرقة الجبلية العاشرة مهامها في إقليم في العراق بشكل عام بدأوا بعمليات مناورات مستمرة كما وثقها التحالف الدولي في 17 أغسطس وفي 18 أغسطس، وبدأوا بمناورات على المستوى الجوي وعلى المستوى البري في أربيل وفي الموصل وفي القيارة بشكل مستمر وبشكل مكثف. على الرغم من كل ما ذكرناه فكل شيء قادم إن كان من الناتو أو من التحالف الدولي أو من هذه التحركات هي كلها تأتي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وليس لمواجهة أي طرف آخر. باختصار، القوات الأمريكية التي نتحدث عنها في العراق مهامها استشارية لدعم القوات العراقية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. لكن ما هو مثير للانتباه فإن الفرقة الجبلية العاشرة عندما كان هنالك وأول إعلان قد صدر في شهر يوليو بأن هذه القوات متوجهة إلى الشرق الأوسط، تم التأكيد بأنها لن تنتشر فقط في العراق ولكن انتشارها أساسا سيكون أيضا في سوريا. وسمعنا ورأينا الكثير من التقارير المرتبطة بما هو قادم في سوريا وما ممكن أن يجري على الحدود العراقية السورية وتحديدا في الجانب السوري. فرأينا على سبيل المثال في شهر يونيو تقاريرا استخبارية أمريكية قد نشرتها الواشنطن بوست الأمريكية، وبعدها معهد دراسات الحرب أكدوا فيه بأن لإيران وروسيا والنظام السوري خطة كاملة لإخراج القوات الأمريكية من سوريا والضغط على القواعد الأمريكية، إن كانت قاعدة حقل العمر النفطي أو كونيكو أو تنف أو غيرها. هنالك رغبة بتغيير المعادلة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وبعد ذلك وجدنا تقاريرا قادمة من الجانب السوري، وأتحدث هنا من الأوساط السورية أهمها طبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد لا بالعكس أن القوات الأمريكية هي التي تريد الهجوم على الفصائل المسلحة المقربة من إيران وتحديدا على مستوى البوكمال. وأيضا جاءت صحيفة الأخبار اللبنانية لتتحدث عن هذه المسألة، صحيفة إزفستيا الروسية وغيرها من المصادر. وطبعا هذا جعل الفصائل المسلحة المقربة من إيران أن تأتي هي أيضا وتقوم بتحشيدات كبيرة إلى غرب نهر الفرات. وهذا الأمر صدر مؤخرا على سبيل المثال، واحدة من آخر التحشيدات تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال الآتي: تستمر الفصائل الإيرانية بتعزيز تواجدها في مناطق غرب الفرات باستخدام أسلحة ومعدات
الحديثة المتطورة تحسبا لأي معركة مع قوات التحالف الدولي. وهذا طبعا ولكي نفهم ما الذي يجري هنا، فإن القوات الأمريكية في عام 2020 كانت طبعا متواجدة في قاعدة في القائم، انسحبت من هذه القاعدة وسلمتها للقوات العراقية بشكل رسمي. وطبعا عندما جاءت القوات العراقية وأخذت السيطرة وزمام المبادرة أو زمام الأمور في هذه النقطة، بدأت الفصائل المسلحة المقربة من إيران باستغلال هذه المنطقة الحدودية وكذلك مناطق أو نقاط حدودية هي غير رسمية، بدأوا من خلالها بعملية نقل أسلحتهم ومعداتهم إلى غرب نهر الفرات، وبدأوا يحشدون بشكل كبير باتجاه القواعد الأمريكية، وتحديدا القواعد التي نتحدث عنها هي قاعدة حقل العمر النفطي أو حتى قاعدة كونيكو التي تتواجد فيها طبعا قوات التحالف الدولي هنا. وبدأوا يهددون في ظل هذه التقارير التي تحدث عنها، وعلى هذا الأساس أن تأتي القوات الأمريكية بحسب هذه التقارير وتسيطر على البوكمال. أولا ستقطع الطريق الخاص بالفصائل المسلحة وكل هذه الإمدادات التي تهدد تواجدهم، تواجد حلفائهم كقوات سوريا الديمقراطية وغيرهم. وأيضا هي لا تخالف شيئا مع العراق نهائيا، لأنها اتفقت مع العراق وانسحبت بشكل رسمي من القائم، وبالتالي لنستغل البوكمال. هذه هي المعادلة ببساطة. المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخرا أكد أن الفصائل تستمر في عملية التعزيزات والتحشيدات كما تحدثنا، على سبيل المثال منظومات أرض جو محمولة على الكتف قاموا بتوزيعها مؤخرا، نتحدث عن 120 قطعة من هذه المنظومات وزعوها طبعا إلى غرب نهر الفرات على مستوى الميادين ودير الزور، استعدادا لأي هجوم أمريكي ممكن أن يكون قادما بالطائرات الحربية بالطائرات المسيرة أو غيرها، أو أي ضربات ممكن أن تهدد وجودهم وطبعا وتزعزع استقرارهم. وطبعا هذه هي المسألة الحقيقية التي تجري في هذه المنطقة تحديدا وفي هذه المواقع. والمثير بهذه المسألة أن القوة الأمريكية أصبحت كبيرة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. فعلى سبيل المثال مؤخرا انتشرت طائرات F-16، طائرات A-10 وورتهوغ، وطائرات F-35 الشبح الأمريكية. والF-35 بدأت بالعمل وبدأت بردع الطائرات الروسية التي بدأت تشاغلهم طبعا في الأجواء السورية. واحدة من أهم الأمثلة هو ما تحدثت عنه طبعا وكالة تاس الروسية في 15 أغسطس، وأكدتها طبعا أيضا سبوتنيك الروسية، أكدوا بأن الاشتباك كان قد تم هنا في هذه المنطقة الحدودية المهمة، المثلث الحدودية الاستراتيجي بين العراق والأردن وسوريا. نتحدث عن قاعدة التنف منطقة 55 كيلو. الطائرات طبعا كانت هنالك طائرتين بحسب هذا التقرير، طائرتين روسية من نوع SU-35 سوخوي 35 على ارتفاع 9100 متر، كانت قريبة من قاعدة التنف، وجاءت طائرتين من طائرات F-35 الشبح، اشتبكت طبعا مع هذه الطائرات وانسحبت الطائرات الروسية، وبالتالي تحقق الردع لهذا الطيران الأمريكي. لم يكن هنالك أي شيء صادر من الجانب الأمريكي حول هذه المسألة، ولكن الجانب الروسي هو الذي تحدث عن هذه القضية. لا بل أيضا القيادة الجوية الأمريكية استمروا في عملية استعراض طائرات الشبح الأمريكية بهذا الشكل مؤخرا، استعرضوها موجودة في إحدى القواعد في منطقة الشرق الأوسط، ولكنهم لم يحددوا أين تتواجد هذه الطائرات ومن أين من الممكن أن تكون قادمة في تحقيق مثل هذه الاشتباكات أو الردع الذي ممكن أن يكون قويا إذا كانت على الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو حتى روسيا. عندما نتحدث طبعا فيما هو يحدث في سوريا، نشروا هذه الصور لطائرات F-35 الشبح كما تلاحظون مؤخرا، وظهر بهذا الشكل وهي تحلق في الشرق الأوسط. وطبعا هذه اللقطة تعطينا نوعا ما شكل الموقع، رغم أنهم لم يتحدثوا ولم يقولوا بشكل رسمي أين من الممكن أن تكون متواجدة، ولكن هذه الصورة قد تدلنا تماما أين من الممكن أن تتمركز هذه الطائرة. بالتالي بالاقتراب من هذه الصورة التي رأيناها الآن سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات المهمة التي قد تساعدنا
في وجود هذه الطائرة. ستلاحظ أولا التخطيط على الأرض يبدو مميزا بهذا الشكل الملتوي الذي تلاحظونه. سنلاحظ بأننا أمام هناجر كما تلاحظون عسكرية، مبنى عسكري هنا أكبر طبعا أو مبنى كبير كما تلاحظون، مستودع كبير بالقرب منها. وأيضا تلاحظ بأنك أمام هذا العمود الضوء طبعا أو الإضاءة كبير للغاية، يأتي بعد السياج لهذه طبعا الهناجر التي تحدثنا عنها. وبعد ذلك بمسافة بعيدة يأتي هذا المبنى أو المستودع الكبير بلونه المميز مع أيضا هذا العمود للكهرباء أو للإضاءة الذي يعطيك طبعا عمود الإضاءة الفرصة أنك تحدد هذا الموقع بشكل أدق. وبالتالي هم لم يذكروا أين من الممكن أن تكون هذه القاعدة، كيف من الممكن أن نعرف أين ممكن أن تكون متواجدة. المثير بأن في 4 يونيو كانت قد تحدثت DVIDS وهي تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عن أن طائرات الـ A-10 Warthog التي انتشرت في مارس من هذا العام طبعا في منطقة الشرق الأوسط كانت موجودة في قاعدة الظفرة. بشكل رسمي قالوا أنها في قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في أبو ظبي. بالتالي من الممكن أن تكون طائرات الـ F-35 الشبح موجودة في نفس القاعدة. وعلى هذا الأساس هنا كما نلاحظ أبو ظبي، ولنتجه مباشرة إلى قاعدة الظفرة المهمة للغاية التي فيها طبعا تواجد أمريكي مهم. مثل هذه العلامات التي رأيناها أو النقاط تأتي على مستوى 3 مواقع ممكن أن تكون هي المخابئ أو النقاط الخاصة بهذه الطائرات، طائرات الـ F-35. نحن أمام 3 مواقع. مثل هذه المواقع أو مثل هذه النقطة أو هذه النقطة، ولكن بأخذ بعين الاعتبار بأن طائرة الـ A-10 Warthog موجودة هنا بشكل محدث وواضح في آخر تحديث للقمر الصناعي، قد يعني بأن طائرات الـ F-35 تأتي بهذا الاتجاه. بالتالي عند الاتجاه مباشرة للتأكد مما أقوله لكم الآن أن طائرات الـ A-10 Warthog موجودة هنا، ستلاحظ فعلا عندما نقترب بالقمر الصناعي ها نحن أمام هذه الطائرات كما تلاحظون بالاقتراب منها تجد كل شيء مطابقا. أيضا بالقرب من هذه الطائرات ستجد بأن أيضا هنالك طائرات MQ-9 ريبر الشهيرة أيضا مركونة وموجودة هنا في هذه المنطقة. وهذا يعني ببساطة بأن طائرات الـ F-35 ممكن جدا أن تكون موجودة هنا بالقرب من هذه الطائرات الحربية. بالتالي إذا ما توقفنا بهذه المنطقة التي رشحناها الآن ورشحنا تواجدها هنا، ستلاحظ بأننا أمام هناجر إلى اليمين مع مبنى كبير هنا، وهذا ما يرشح بأنها من الممكن أن تكون بهذا الاتجاه، وخاصة وأن التخطيط أيضا الذي نلاحظه على الأرض متطابق مع ما رأيناه قبل قليل. لنقترب من هذه النقطة أو من هذه الهناجر وستلاحظ فجأة بأن كل شيء يتطابق مع ما تحدثنا عنه، وهذا هو طبعا الهنجر مع عمود الإضاءة. هذا وعمود الإضاءة، الهنجر واضح وهذا المبنى الكبير الذي كان بجانبه طبعا هنا الحائط الفاصل مع هذا العمود الإضاءة كما نلاحظ. أيضا إذا ما بحثنا عن المبنى الأبعد بلونه المميز الذي ذكرنا ستلاحظ من هذه الزاوية ستراه هنا واضحا أمامك، تقترب منه ستجد كل شيء فعلا متطابق مع ما تحدثنا عنه الآن. وبالتالي كل شيء يبدو واضحا لنا من طبيعة هذا الموقع، وحتى العمود الإضاءة يبدو واضحا من خلال الخيال هنا. على هذا الأساس هذا يوضح أن طائرات الـ F-35 فعلا موجودة بهذه النقطة من زاوية معينة قد التقطت لها، وهو يؤكد أن القوات الأمريكية قد ركنت هذه الطائرة هنا مما ظهرت من اللقطة التي لاحظناها قبل قليل من تخطيط الأرض من العلامات من هذا المبنى وهذا المبنى كلها كانت واضحة. وهذا يعني أن الصورة للطائرة التي رأيناها قبل قليل قد التقطت بهذا الاتجاه أو بهذا الشكل، وبالتالي ظهرت لنا كل العلامات. وهذا يوضح أن طائرات الـ F-35 الشبح الآن هي موجودة في قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، وهي لديها قدرة كبيرة للغاية في السيطرة وفي ردع إيران من أي تحرك ممكن أن يكون قادما. وطبعا هذا بشكل مثير مع كل هذه التفاصيل التي ذكرناها نوعا ما بأن إيران تشعر على ما يبدو
بالخطر مما ممكن أن يكون قادما من ردة الفعل الأمريكية أو الهجوم الأمريكي المحتمل كما تتحدث هذه التقارير. فذا كريدل على سبيل المثال أو حتى الصحافة الإيرانية وحتى العربية الجديد أكدت بأن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني وصل فعلا إلى بغداد في الأيام القليلة الماضية، وبأن قاآني أبلغ قادة الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق بأن لا يفكروا في مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بأي شكل من الأشكال. وهذا قد أيضا يعني ببساطة بأن إيران تحاول إكمال مسألة العودة للاتفاقية النووية، وهذا طبعا كله يعطينا فكرة كبيرة للغاية عما ممكن أن يكون قادما في الفترة القادمة على الحدود العراقية طبعا السورية.